ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف العاشر. هذا الفيديو هو وصف لوحدة التراث الأردني لمادة التربية الوطنية. دعونا نبدأ. في هذه الوحدة سنقوم بدراسة درسين: التراث الوطني والمحافظة على التراث. التراث الوطني هو كل موروث حضاري وصل إلينا عبر الأجيال، ويشمل كل ما هو مادي ومعنوي مثل المباني التراثية، المواقع الأثرية، الآثار التاريخية، التحف، المسكوكات، القطع الأثرية، العادات الاجتماعية، التقاليد، القيم، الممارسات، المعتقدات، التعبير الفني واللغة، والأغاني الشعبية والموسيقية وأدواتها وغيرها. أما التراث العالمي فهو عناصر الموروثات الثقافية الإنسانية التي تحمل قيمة عالمية كما نصت عليها اتفاقية التراث العالمي. لماذا نعد أو نعتبر التراث شيء مهم؟ يعزز الهوية الوطنية والتمسك بها، تقوية الروابط بين الماضي والحاضر، تنشيط السياحة وانتعاش اقتصاد الدولة والمجتمع، تنمية المجتمع المحلي وتطويره. نماذج من التراث الوطني والعالمي: من المواقع الأردنية التي أدرجت على لائحة التراث العالمي حتى عام 2021 للميلاد، البتراء هي مدينة أثرية بناها الأنباط وتشتهر بعمارتها المنحوتة في الصخر، سميت بالمدينة الوردية نسبة إلى ألوان صخورها، وأدرجت على لائحة التراث العالمي عام 85 و900 و1000. قصير عمرة شيد في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، يتميز بوجود قاعة الاستقبال والحمام والصور الجدارية التي تزينه، ويعد هذا القصر تحفة فنية فريدة، وقد أدرج على لائحة التراث العالمي عام 85. أم الرصاص حامية عسكرية رومانية، تطورت حتى أصبحت مدينة في العهد البيزنطي، واستمرت كذلك حتى أوائل العهد الإسلامي، ويوجد فيها آثار ستة عشر كنيسة، بعضها لا يزال يحتفظ بأرضيات جيدة من الفسيفساء، وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي عام 2014. وادي رم، يقع وادي رم جنوب الأردن، ويتميز بالطبيعة الصحراوية والمناظر الطبيعية المنوعة التي تتكون من مجموعة من الممرات الضيقة وأقواس طبيعية ونقوش وبقايا أثرية تبين تفاعل الإنسان مع بيئته الطبيعية، ولهذه الأسباب أدرج تحت لائحة التراث العالمي بوصفه موقعاً مختلطاً بين الطبيعي والثقافي. المغطس موقع المعمودية، وهو المكان الذي عمد فيه السيد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعمدان، ويقع في وادي الخرار شمال البحر الميت، وهو من المواقع المعتمدة للمحج المسيحي، وقد أدرج على لائحة التراث العالمي في عام 2015. بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة الدرس، سنوضح المقصود بكل مما يأتي: التراث الوطني، التراث العالمي، ويوم التراث العالمي. نبين أهمية التراث الوطني، نوضح أسباب إدراج مواقع التراث الأردني على لائحة التراث العالمي، وأيضا نعدد مواقع التراث الوطني العالمي الأردني المدرج على لائحة التراث، نبين كيف تساعد مواقع التراث الوطني على جذب السياح. ننتقل إلى الدرس الثاني: المحافظة على التراث. المحافظة على التراث، المفهوم والوسائل. المحافظة على التراث واجب وطني لأنه يمثل هوية الأمة وجزءاً من ثقافتها، ويقصد بالمحافظة على التراث حمايته من الاندثار والزوال بفعل التأثيرات الطبيعية والبشرية. وسائل المحافظة على التراث:
تقع مسؤولية المحافظة على التراث على عاتق الدولة والمواطنين على حد سواء، فالتراث تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل. دور المنظمات الدولية في حماية التراث العالمي. تسهم هذه المنظمات بدور مهم في حماية التراث العالمي والاهتمام به، وإعطائه طابعاً دولياً بإدراجه على لائحة التراث العالمي. ومن هذه المنظمات، أولاً المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هي منظمة متخصصة تعمل على نطاق جامعة الدول العربية، وقد تأسست عام 1970 ومقرها في تونس، وتهدف إلى تمكين الوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم. ومن مهامها النهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي، وتنسيق العمل المشترك بين الدول العربية الأعضاء. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وهي فرع من منظمة التعاون الإسلامي، مقرها الرباط، عاصمة المملكة المغربية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال، وتشجيع التنوع والحوار بين شعوبها المختلفة في إطار مساهمتها في تحقيق السلام والأمن العالميين والاهتمام بالثقافة الإسلامية وإبراز خصائصها. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، هي وكالة دولية متخصصة تتبع لمنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى تحقيق التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة، ويكمن دورها في حماية التراث العالمي عن طريق مكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية، المعايير الطبيعية والمعايير الثقافية. هنا طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.